كلنا بنعرف بانه العمل هو من اولى الطرق اللي بتساعدنا لحتى لايجاد يعني ذواتنا بشكل عام، ايضا لتحويل اي شخص من شخص بسيط عادي الى شخص فعال بمجتمعه وببيئته اكيد، وايضا هو خيار علاجي اول هزار بيستخدموه اكيد لعلاج ما يتعلق بالاكتئاب او الناس اللي حاسه بانه هي عايشه بسوداويه كبرى، فبنصحهم روحوا اشتغلوا يا جماعه انجوا تحسوا بقيمتكم. يمكن بيساعد ببناء نفسه وثقته بنفسه بتتعزز، ولكن المشكله انه بعض الشركات بيكون فيها بيئة العمل سلبية جدا، ويعني لا يخلو الأمر من المشاكل بين الأفراد الموجودين بالعمل. كيف ممكن نفصل هاي المشاكل عن حياتنا الشخصية وما ننقل هاي المشاكل لحياتنا الشخصية وتصير تأثر على حياتنا مع أهلنا مع أصدقائنا، يصير كل شغلنا الشغل هو العمل ومشاكله؟ رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع دكتورة فاتن النظام، دكتورة بالعلاقات العامة وتنمية المهارات الحياتية اللي صارت معنا ضمن الاستديو. يا ميت أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، سهلا وقتكم. أهلا وسهلا. بالبداية قدمهم نحن اليوم نعمل توازن بما يعرف بالعمل وسوق العمل وبحياتنا الخارج العمل مع الأسرة مع الزوجة مع الأولاد. صحيح، كلمة نحن كلمة التوازن هو إنه نحن يكون لا حدا بياخد زيادة ولا نقصان، يعني كل شيء بياخد حقه تماما سواء بالحياة الزوجية أو بالحياة العملية. نحن عم بصير في عنا أحيانا عم يكون في تفاقم، عم يكون في عنا زيادة إنه أنا مستان بحب شغلي بحب عملي هو صار أولويتي تماما، فأنا صار عندي الضغط العالي. أنا هون بصراحة بلحظة من اللحظات شو بصير في عندي؟ بصير عندي خلل وظيفي نفسي اجتماعي حتى جسدي، لأنه أنا صار في عندي طول الوقت وين؟ بتجه على كفة دون الكفة الثانية، فنحن هون حيكون في مكسب بجنب ولكن حيكون في تقصير بجنب ثاني. بعد أنا بدي كلمة توازن معناتها أنا بيتي، يعني مثلا أنا فوت على البيت أنا بترك كل ملفاتي اللي هو بالشغل برا تمام على الباب تماما وفوت على بيتي، إنه أنا هلا ست بيت بشتغل ببيتي بتصرف معين. نفس الوقت ما بدي روح أنا على العمل كمان بنفس الوقت ما بدي أخذ كمان مشاكلي وجيبها معي. هذا التوازن هو بيرجع على شخصية الشخص يلي هو بحدد القصة، يا بدخل معه الأغراض المشاكله أو بخلي عند الباب. تمام، طيب خلينا نحكي عن التحديات اللي ممكن تواجه هذا التوازن، يعني ما عم نقدر نحقق هذا التوازن بين العمل وبين الحياة الشخصية. شوفي هلا نحن كلمة إنه نحن بدنا في تحديات، طبعا في تحديات، هي أنا قلت إنه هو بترجع لشخصية الفرد يلي هو في ناس هي بتستسيغها نجاحها بالعمل، فشو بصير في عندها نهم بالنجاح، يعني بمعنى إنه أنا بدي كسر الدنيا أنا بدي أضغط نفسي. شوفي حتى يعني الواحد مو بس جسديا ولا وقت ولا شيء، حتى بصير الواحد نفسيا يعني أنا لازم كون ولازم نافس ولازم كذا تمام، صار في عندك ضغط نفسي وذاتي، يعني أنت بتصيري حتى لو طلعتي برات العمل أنت عايشة جوا العمل، حتى في كتير عالم بتقلك صار مخها كلياته بالشغل تمام. كانوا هاي الحالة بكون عند الرجال أكثر من النساء. والله هو الفكرة هي نهم النجاح، يعني هي ترتبط بالإنجاز، يعني في عالم يعني قصدك بس الرجال يلي بيسعوا للنجاح. لا، بحس إنه دائما الشكوى تجاه الرجل بأنه مهمل لبيته ومنزله أكثر من مثلا المرأة اللي تمارس العمل. لك يا هلا، لأنه نحن أسلوب التفكير أساسا بين الرجل والمرأة مختلفين. الرجل هو تفكيره هو بيقول اسمه صندوق، بمعنى يعني اذا كان هو عم يفكر بعمله تمام هو بده وقت بس يدخل على البيت بده وقت لهو يطلع من هذا الصندوق العمل. حتى نحن بنقول بالعلاقات الاسريه والاجتماعيه بنقول له مثلا لا تحكي مع زوجك وتنقي له اول ما بيفوت، تركيه ليرتاح وينام شوي اعطيه وقته 100% لانه هو لساته بهذا الصندوق تبع العمل، فهو بده وقت واحيانا ما بيطلع من الشغل اللي خاص انا مهموم ومعصب تعب هي الحركات بكوني بحالي 100%. اما الانثى هي بحد ذات المراه هي تفكيرها عن كودي، يعني هي بتكون عم تحكي معك وهي عم تفكر بالطبخه وعم تفكر 100 قصه تماما. يعني هلا مثلا بتكون احيانا انت بتشوف يعني كسيدات بتكون عم تحكي بشيء وفورا بتلقط من شيء ثاني، يعني ما انت عم تحكي هون بتقوم فجاه مثلا ليه؟ لانه هو هذا اسلوب تفكير. فنحن ما تنقول على الرجل انه هو عن جد هو اكثر يعني تفكيره مختلف تماما، لانه هو بياخذ كل الابعاد وكل الجوانب وبيتخلى للاخير، فمشان هيك بتلاقي انه في مفارقات بين الرجل وبين المراه. انا
ليش سألت هذا السؤال؟ لأنه كنت عم شوف مقالة سابقا طبعا بأنه الرجال عندهم هوس بأنه أحيانا يعملوا مقارنة بين أسرتهم ونجاحهم بالعمل فممكن يختاروا العمل، بينما السيدات مثلا كان موضوع الأسرة هو أهم من موضوع العمل بالنسبة لهم. طبعا هي النسبة الأكبر أنه موضوع أطفالها وبيتها وزوجها كان له مرتبة الأولوية الأولى بسلم حياتها، بينما في رجال بيعتبروا أنه هو ما في بيثبت نفسه كرجل بمجتمعه وبيئته وعائلته غير لحقق طموح معين بنجاح بشركة بمؤسسته طبعا لأنه هو الأسلوب التفكير الرجال هو بمعنى أنه أنا إذا نجاحي بعملي معناته نجاحي بكل شيء. مو المجتمع اللي فرض هذا الشيء، لأنه هو كمان في عنده شيء اسمه الضغط الاقتصادي اللي هو كمان إذا هو ما اشتغل وسعى 100% هو ما هيقدر ينتج حقيقة بالبيت، لأنه هون بصير في عندي مشكلة تانية بالبيت أنه هو أنت غير قادر على أنه تلبية الاحتياجات، صح لما لا؟ أنا حكيت أنه مجتمع، لأنه إذا بتسألي أي مجتمع اليوم شو منظوركم لنجاح الرجل؟ إيش بقول لك أنه يكون ناجح عنده شغل وتماماً ما حدا بيوجه أنه يكون ناجح مع أسرته مع زوجته مع أطفاله. شوف هذا الشيء هو في من الأخطاء الكارثية، لأنه نفس الشيء نفس الجانب العملي عند الرجل عنده الجانب العاطفي، بحب أولاده بحب يستمتع معهم وبحب يروح هو وياهم وهي، ولكن أحياناً نحن بنحط الرجال أو النساء بقوالب جاهزة تمام. يعني هي خلاص أنه هذا الرجل لازم هو بس فقط العمل، أنه حتى شغلات بسيطة يمكن أنه ما لازم حتى يبكي أو يغلق ومثلا يتزمر انه خلاص انت بس للشغل. حتى بالبيت مثلا هذا مثلا رومى، على فكره عاطفه الرجال هي اكثر من عاطفه النساء على فكره بالنسبه للاطفال، وخاصه انا بنقول نحن حسب الدراسات الجديده بنلاقي الاباء بتلاقيهم هلا هذا الجيل عاطفين يعني اكثر من الامهات، يعني بتلاقيهم هن بيراعوا وبيستمتعوا بكلمه انه انا اب وبهي المشاعر. فنحن هون القوالب احيانا تظلم، المجتمع يظلم احيانا، نحن كاشخاص نحن نظلم بعضنا بطريقه انه إيه لا اعطي شغلك اكثر ليش لبيتك. لا، هو التوازن هو حلو، وهو مثل ما انت بتكون ناجح تماما وامورك بخير كمان حلو انه كمان بس ما تكون بالبيت ما تكون كمان مكتئب وقلب خير كمان صعب. طيب مع تحقيق هذا التوازن بين العمل والحياه والابتعاد عن مشاكل العمل او نتركها محلها ونترك مشاكل البيت محلها، يعني منعالجهم شوي شوي، قديه مهم للشخص وقديه بيعزز له ثقته بنفسه وبيعزز له الراحة النفسية وقت يتحقق هذا التوازن؟ لأن نحن إذا عن جد اشتغلنا بهي الطريقة كلنا نكون سليمين نفسيا، نحن ما عنا ضغوط، ما بصير عنا فجأة مرض ضغط سكر هدول القصص. بس نحن شيء اسمه عنا الفصل الحواس يلي هو عبارة أنا ما تكون بالعمل خلاص إنه أنا خلاص سكرت، إنه أنا طول وقت بالشغل وعطيت وقتي كامل وجهدي وتفكيري للعمل لأنا يكون رقم واحد. نحن هون بصير في عنا كلمة الأولوية، هلأ أنا أولويتي الشغل. نحن ما تنقول إنه أنت بدك تفصل عن جد 100%، ما تفوت أنت على العمل على البيت فصل موبايلك، انا خلص انا خلص شغلي تماما بهذا بالعمل، انا صار لبيتي ولاسرتي. في كثير عالم هي بتفوت على البيت للاسف الشديد وهي بتضل مشغله موبايلها، يعني هي باي قصه باي لحظه لازم يكون عم يحكوا على التليفون ولازم عم يتابع مع الاشخاص. فهذا كله شو بيعمل؟ مو بس بينضغط بالبيت صحيح. ما حدا بيرق له، حتى بيقول انه ما عاد خلي بيت شغله بالشغل لا بقى تجيبه على البيت. هذا الشيء اللي هو بيخلي عنا نوع من عدم التوازن، هون بصير في عندك المشاكل. نحن اوكي انت ناجح رقم واحد وزقفنا لك بتجنن بالعمل وباسلوب العمل، ولكن بالبيت انت صفر. تأكيدا لكلامك دكتورة، مثلا بالمجتمعات الأوروبية الشركات يمنع منعا باتا ان تتصل بالموظف بعد بعطلته مثلا، انه انت اي شيء بدك او بعد انتهاء الدوام القانون ما بيخليك طبعا انك تتواصل. عندنا الشركات للأسف بدها تلحق مو بس على البيت على المشفى وعامل حادث بكل مكان ما بيريحوه، يعني لا واذا كنت مسكر الواتساب بينطوا لك على الماسنجر مشان يلحقوا الجهاز انه بيخلوك تهرب. هي النقطة شوف شلون نحن بنحب عملنا ولكن احيانا بنعتر حالنا بهذا العمل للاسف الشديد، وكاني انا حسيت في هيك شيء كل حدا بيكون زياده معطاء بالعمل بصير زياده بيوكلوا بصير مطلوب منه تماما بصير بيطلبوا منه شغلات انه انا كنت هون انه انت والله هيئتك شطور كثير وامورك بخير بيعطوا مهام. هاي المهام هي مو شطاره ولا ذكاء، لان كثره المهام انت عن جد توصل لمرحله مسكك 4-5 بطيخات
الا ما في وحده حتوقع تماما. هي الفكره انه انا بدي يصير حتى وازن بمهامي، يعني انا مثلا في شيء اسمه بالحياه الاولويات وانا عم شدد عليها، ما انت تحدد اولوياتك وتركب بصير عندك توازن بحياتك. الاولويات انا اولويتي هلا انا كامراه مثلا، هلا انا ناجحه مثلا بالعمل وهيك، صار في عندي حاله انه انا عندي بده يصير طفل صغير، تمام، بدي اجيب ولد صغير، هلا الاولويه هي ابنك وليس العمل. انا هون بدي يكون قيمه حالي لاني عن جد قدر وزن باموري. انت كرجل انت مثلا هلا نقول هلا وقت شغلك وامورك، انت بدك تطور بحالك اللي هو بصير مثلا بياخذ واحد مهارات وكورسات ليطور حاله بعمله، هلا وقتك. ولكن وقت ما انا اقول راحه، كلمه راحه ما تنقلنا كلمه التوازن. انا ما بقدر وازن بين الحياة والعمل، يعني أنا أعطي والله 9 ساعات استراحة أكيد لا. طيب خذينا لأبعد نقطة كارثية ممكن تصير على صعيد العمل وعلى صعيد الأسرة، في حال أهملنا هذا الجانب وهذا الجانب، في حال حدا ركز بس على العمل، شو أسوأ شيء كارثي ممكن يصير بأسرته طبعاً وبحياته الزوجية أو العائلية؟ وعلى الصعيد الثاني في حال اهتم فقط بموضوع أسرته، شو الجوانب السلبية في حال أهماله أيضاً العمل؟ نبلش بإذا الأولى تبع العائلة. إذا تبع العائلة إذا أهمل أسرته تماماً وهي، أول شيء صار بعيد عن عائلته، 2 مشاكل زوجية، 3 في هجران، وفي عنا إنه المرة ما بتعود تحكي معه وبصير يعني خربت بيته، خرب بيته حقيقة خرب. بعدين بصير هو بعيد كتير عن أولاده، بصير الأم هي أخذة اللي كامل السيطرة ودور الأب وأبوكم مهمل وشوفوا تماماً. وأنت بتعرف بس يبلش هذا السيناريو هو ما بعد بيخلص، فهو حقيقة نحن البيت شو هو اسمه دفء سكينة، يعني أنا بدي ريح راسي وفي عندي هدوء. أما أنا فوت لا جهنم كمان قايمه هون، أنا أنت حقيقة هتنجح بشغلها ابدا، لانك انت بالبيت اللي هو مكان راحتك مالك مرتاح، فكيف بالك بدك ترجع على الشغل بهذا التوتر. انا كنت ببيتي وهي ما راح يقولوا لك بالعمل، يقولوا لك عود ببيتك الله يرضى عليك، شو بدنا فيك اذا انت مأهمل عملك وهو بيتك رقم واحد. التوازن شيء كثير مهم، حتى نحن كشخصيات في شيء اسمه ببرنامج اسمه عجله الحياه. عجله الحياه مثل بسكليت بالضبط، اللي هي 8 جوانب بحياتنا. انا مثلا بدي يكون عندي توازن روحي عقلي جسدي اجتماعي اسري مالي مادي بهي الطريقه، وحتى النفسيه اللي هن 8 جوانب. انا بس كون عندي توازن فيهم هدول الثمانه، انت عن جد بتاخذ الاكسجين بالطريقه السليمه وبنفس الوقت بتضلك مرتاح. اي نقطه صار فيها ضعف شو بصير في عندها خلل بكل الموضوع، خلل وبتحس حالك انه حمام تطلع غير عن النقطه السوداء بالورقه البيضاء كرمال هيك. طيب بعيدا عن انه هذا التوازن هو يمكن مسؤوليتنا بالمرحله الاولى، ولكن قدامهم دور الشركات بانه توصل او تساعد موظفينا ليوصلوا لهذا التوازن، يعني ما تحملهم عبء بعد انتهاء دوامهم او بيوم عطلتهم مثل ما ذكر منير من شوي. قد ايه له دور بهذا التوازن الشركات؟ شوفي هلا نحن هون يعني حسب الشركات، يعني نحن في شركات نحن دائما بس نفوت على اي عقد بشركه في شيء اسمه حقوق وفي واجبات، تمام. نحن للاسف الشديد بس نفوت لاي شركه نحن بس بدنا نلاقي وظيفه عمل، بس بتقولي له ايه، يعني شو ما بيقولوا له مثلا لاي حدا ولا بتقري انه خلص اوكي خلص مهم انه انقبلت، يعني عقد استعباد يعني تماما، يعني هي انه انا انقبلت وهيك. يعني هي في مثلا بيكون في 3 شروط مثلا تحت، مثلا او انت مثلا حقوقك، مثلا انا امتى بدي داوم، انا كيف اموري، انا كيف امتى معاشي، انه لا خجلا لا هي ما انت بده يطلبوا منا هذا هن لهم انه واجب عليك انت لك حق. فنحن هون الفكره هي بحالنا، صدقيني هي ما دخل الشركه، هي شيء شخصي. ما انت ما تحددي تماما انت شو بدك من المكان، انا اي مكان بدي يكون فيه انا بدي استفاد وفيد، ما انت تكون بمكان ما في استفاده انت مش حالك. النقطه الثانيه اللي هي عباره انه انا مثلا هي الشركه مثلا قالوا لك انه بنعطيك كمان 2 ساعات اضافي، اوكي 2 ساعات مو لعيونك تماما ولا لعيونه، بتقولي انه قديه بتحاسب عليها، لانه صدقيني وقت انت تتاخر 5 دقائق تحاسب على 5 دقائق بالنص ساعه، صحيح لما لا؟ هي اسمها واجب اسمها حقوق. انا بس اكون مرتاحه مع حالي بشغلي وباموري الذاتيه فالامور بخير. اما الشركه اوعك تفكري في شركه بتقول لك انه انا انت سكتي انت سكتي وانا لا الله يوفقك في لك حق بدي اعطيك اياه، اكيد ما في هيك ابدا يعني ولا بشركه. طيب. عشان تكون بالصوره دكتوره ساعدينا هلا بهالمعضله طبعا اللي عم نعيشها. هذا قانون عام ينطبق على الحياة بشكل كامل، موضوع التوازن بالجغرافيا السورية ما بعرف إذا هو يصلح حاليا لنطبقه طبعا، لأنه اليوم السوري مطالب أنه ينعمل له اليوم 24 ساعة 72 ساعة ليكفيه طبعا.
بموضوع انه في ازمه اقتصاديه ولازم يشتغل فمضطر ويعطي وقت العمل اكثر موضوع الاسره والعائله، والشركات لن ترحم يعني صحيح. موضوع الوضع الاقتصادي لاي اب او شاب او رجل. لهيك بدنا نعول على موضوع المراه والبيت انه هي تكبر عقلها طبعا وتستوعب هي الحاله. اليوم بسوريا احنا عم نعيش وضع ما هو طبيعي، شو المطلوب اليوم لحتى نوصل لهي الحاله من التوازن؟ خبرك شو هي اول 100 سنه بسوريا متعبين بس انا الامور بعدين بشي حال. اوكي ما في امل ابدا من الموضوع. اول شيء نحن هي مو بس هلا، نحن مثلا انه من وقت ما بلشت الازمه هي المراه صارت تتحمل اكثر مسؤوليات بصراحه، مسؤوليات البيت، مسؤوليات العائله، حتى انه هي بدها تصير ضلها مرتبه على نوع من الاستقرار والامان، لانه هذا جدا احتياج جدا مهم للاولاد ليقدروا ينمو بالطريقه السليمه. نحن هون هلا انت اذا بتطلع على من 5-6 سنين لتاريخ اليوم بتلاقي نسبه العمل للمراه هو صار اعلى بكثير، حتى في كثير ممكن في رجال حتى ما عاد عندها اشغال، لان المراه هي اخذت الاشغال كلها. فنحن هون عندي التوازن اللي هي وضع صعب نعترف كلياتنا، بدك تشتغل لانه انت في عندك اولاد بدها تكبر، في مستلزمات، في مصاريف اعلى من مني ومنك تماما. فهلا حتى مثلا اذا الاب مثلا نقول التوازن بين العمل والحياه وهيك، هذا ما عاد يشتغل، الاب عم يشتغل شغلتين بالنهايه، والمراه والام عم تشتغل عمل على القليله تقعد شوي مع اولادها ليقدروا يصيروا توازن. هلا بالتفاهم والحب وانه نحن عم نبني تمام، بتضل الكآبه والاكتئاب نازله طول ما انا بدي ضلنا عم وما عم لحق وكذا. هون بتلاقي الطلقات ملان البلد والامور كثير سيئه. فنحن دائما في شيء اسمه مثل ما انا بدي اشوف الكاس المليان بدي اشوف الكاس الفاضي تماما بنفس اللحظه. يلي انا مثلا انا الحمد لله اموري بخير، انا احسن من غيري، انا عم بعطي شيء اللي عم بحكي وعم تبتسم، عم بعطي شيء ايجابي لانه حقيقه كثير شيء بيقطع القلب. عارفه انه نحن كنا مستضيفين بحلقات سابقه احدى طبعا احدى المحاميات واشارت لموضوع انه اغلب المشاكل بالمحاكم حاليا هي مشاكل الطلاق، في نسبه ارتفاع غير موضوع وضع اقتصادي، بانه الرجل ما في عم يوصل لهي الميزه طبعا او هي الفكره الموجوده براس السيده انه هو لازم يامن لك المستلزمات الحياتيه. موضوع انه هو ما هو موجود بالمنزل، ما هو موجود ابدا. هي المشكلة ليست فقط فردية على السيدة أو على الرجل، لا صارت مشكلة مجتمعية. يعني أي عم أقول لك عم بصير في عندنا نحن حالات طلاق بطريقة كثير. يعني هلأ مثلا الواحد مثلا بده هو طول الوقت بالعمل وبالشغل وهيك، صار عنده ضغط عمل تمام، وضغط العمل يختلف عن ضغط البيت. يعني قد ما كانت المرأة مثلا أحيانا بتقول أنه أنا تعبانة بالبيت، قد ما كان أصعب شيء بالحياة هو التعامل مع الناس. اصعب شيء انه انت طول الوقت عم تاخذ وتعطي وانت بضابط اعصابك وامورك بخير وابتسامتك على الوجه وانت عم تشتغل بالطريقه السليمه، لانك انت احيانا في ناس هي ما وفي ناس هي مستفزه، في ناس هي متعبه، في ناس هي انفعاليه، فانت قد ايه بدك تكون اخذ هذا النفس الاكسجين وانت عم تواكب حياتك. فهو هون بحاله انه انا بدي اروح على البيت بدي شويه هدوء. اللي عم بيصير التنافر انه انا ما عم شوفك، هي الكلمه اللي هي اكثر السيدات عم تقولها، انا ما عم شوفه، وين عم شوفه تمام. هون عم بصير عندنا كمان في مشكله انه عم بصير مشاكل تختلف عن المشاكل الاساسيه، لان هي ما عاد عندها رجل بالبيت، فصار في عندي قصص ثانيه هي صارت خطيره كثير على المجتمع وعلى العائله. فهون نحن بننصح كل حدا ما عنده هذا التوازن وعم يشعر بالتعب كلياته، خد اجازه حقيقيه، يعني مو اجازه تبع انه يومين وانا مشغل الموبايل وانا طول الوقت ماسك الموبايل وكذا تماما. فهي الفكره انا خد اجازه، لانه دائما نحن بحاجه الى شحز المنشار من اول جديد لتكمل بحياتك وما يجيك ضغط وسكر. صحيح. طيب ختاما، كيف ممكن اعرف انه انا ممكن اكون محققه هذا التوازن بين شغلي وبين البيت بشكل عام؟ هلا نحن اذا كنتي انت وصلتي على البيت وامورك بخير ومبتسمه وما حاسه التوازن، هي الفكره عباره انه نحن في شيء اسمه اليه بنعملها هي اسمها فصل حواس، يلي هي انا مجرد ما انا دخلت على بيتي هي عباره انه انا بترك كل الامور برا وفوت فيها. بمعنى انا في عندي احيانا شخص اللي هو زوجي او انا مثلا هو زوجي، انا مثلا بكون في عندنا شيء اسمه التفريغ، يلي هو انا مزعوج من شغله تحكي لي اياها مباشره، قل لي اياها مباشره مشان نفرغ بهاللحظه ونتابع حياتنا هالاربع خمس ساعات بدنا نعيشهم بهالبيت، نكون رواء وقصص.
هي الفكره انه انا مثلا ما يضل شغل الشاغل انه انا شو بدي اعمل وشو بدي انجح وشو بدي اساوي، لانه اذا انت في شيء اسمه طموح وفي شيء اسمه كارثه الطموح اللي هو عباره انا عندي طموح انه انا عم اقوي حالي بشغلي وعم طور بحالي، ولكن ما تصير هي الغايه، هي ما هي تكون الغايه، الغايه هي انا اكون سعيده بهذا المكان، الغايه انه انا اقدر يعطيني هذا المكان، لانه النقطه الاساسيه انا بالمكان اللي انا حسيته بلش ياخذ مني، فانا بقول له فورا اترك المكان لانه ابتعد عن كل ما يؤذيك. يعني الحمد لله نشكرك جزيل الشكر طبعا فات النظام دكتوراه بالعلاقات العامه وتنميه المهارات الحياتيه على كل هالمعلومات القيمه. سلام الله يسلمك كثير لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيكم.